بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إلى فقرة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيان ليغ إي كومبخوندر. كنا قد وصلنا إلى هذا المكان، رأينا فيما سبق لا لتر أغ، لا لتر أغ، ثم لا لتر أ. رأينا أغ إي أ، René, Rémi, Emiro, à la pêche, à la pêche. يعني أنهم في الصيد الماء. طبعا هنا سنستكمل مع هذه الأسماء التي عندنا هنا كما نلاحظ. نبدأ مع الصورة الأولى. Nous prenons la première image. Que disent-elles? إذن ماذا تمثل؟ إذن c'est le rôti. C'est le rôti. C'est le rôti. Le rôti. Le rôti. كما نتكلم عن اللحم مشوي. Le rôti. طبعا كما نلاحظ هنا عندنا R أو تنطق رو. تقريبا مثل هذه. فقط أن هاد أو التي فوق هاد لاكسون شابو وبها أكسون سيركونفلكس. سيركونفلكس كما رأينا فيما سبق. طبعا هاد لاكسون كما رأينا ممكن أن تكون فوق أ كما عندنا هنا. إذا نتكلم عن أ أفيك أكسون سيركونفلكس. ممكن تكون عندنا أو أفيك أكسون سيركونفلكس كما عندنا هنا. ممكن تكون عندنا إي أفيك أكسون سيركونفلكس. نقول مثلا مير مير ناضج. لا مير لا مير لا مير عندها أ طبعا. إذا نتكلم عن توت إذا نقول لا مير. طبعا هنا مير وبيا مير افيك أ في حالة مؤنث المقصود بها ناضج أو ناضجة. طبعا هناك أيضا كلمة لو مير. لو مير المقصود به الجدار أو الحاجز إلى غير ذلك يسمى لو مير. كلمة لو غوتي تكتب بهذا الأكسون طبعا على أو كما عندنا هنا. إذا فلنتذكر هذا. إذا نقول لو غوتي طبعا ليس هناك أ في آخر الكلمة. لا نقول هنا لو غوتي لو غوتي بل نقول لو غوتي. حتى في النطق تأتي أحسن أحسن من لو نطقنا مثلا لغوتي. طبعا كما قلنا فيما سبق تنطق كالتاء ومرة تنطق كالطاء. إذا عندنا الطاء تنطق تي. طبعا سنرى لهذا الطي نطقا آخر فيما بعد. إذا عندنا هنا لغوب لغوب نتكلم عن الفستان. إذا نقول لا. طبعا كلمة الفستان هي كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية كما نلاحظ. إذا عندنا لا ثم عندنا أغ أو تنطق غو غو ثم عندنا ب ب لا غوب لا غوب لا غوب. ثم عندنا كلمة لغة لغة لا نقرأها لغات بل نقرأها لغة. نتكلم عن الفأر يسمى لغة. ثم عندنا مي مي غو مي غو مي غو الكلب يسمى مي غو. ثم عندنا كلمة لاغوز لاغوز. طبعا عندنا هنا اس عندنا هنا اس. طبعا من المفروض انها تقرأ كالسين لكن كما تلاحظون انها تقرأ كزيد كزاي. لماذا؟ لأن هاد اس كما نلاحظ التي نرى هنا أنها أتت بين صوتيين. عندنا اس وحيدة أتت بين صوتيين. رأينا فيما سبق بأن الصوتيات
مثلا U مثلا E مثلا O مثلا A مثلا E. إذا طبعا هذه الصوتيات إذا أتت بينهما S طبعا تنطق كزاد، وإذا كانت هناك كلمة يتوجب أن ننطق S بين دو فويال نريد أن ننطقها S. إذا في هذه الحالة نضيف S. نعطي مثال، مثلا كلمة ميسيون، ميسيون كانوا نتكلم عن مهمة، ميسيون يعني مهمة، إذا نتكلم عن مي سيون. إذا كما تلاحظ هنا، كما نلاحظ هنا لو حذفنا اس من هنا سنقرأها ميزيون، ميزيون، ولكن في اللغة الفرنسية طبعا المهمة نطقها هو ميسيون وليس ميزيون. إذا طبعا سنضيف اس حتى تصبح عندنا هاد اس بين اون فويال وبين اون كونسون، يعني حتى تصبح هاد اس الاولى مثلا بين اون فويال وبين اون كونسون، يعني ماشي بينات دو فويال، ثم ان الاس الثانيه هي بين اس وبين اون فويال وبين اون فويال، وبالتالي حتى هي غتنطق اس. اذا في الحالات كلها اننا غننطقو اس هنا ما غننطقوش زاد حتى لا ننطقها ميزيون. إذا طبعا نضيف S. هنا عندنا لا روز، لو كانت الوردة اسمها لا روز طبعا سنضيف S هنا، مادام أن الوردة اسمها لا روز إذا طبعا سنضع S بين دو فويال. إذا نقول لا روز، لا روز إذا نتكلم عن الوردة أو الزهرة، إذا نتكلم عن لا روز، لا روز، لا رو، لا روز، لا روز، لا روز. ثم عندنا لو، لو، بي، بير، بير، لو بير، الأب. ثم عندنا لا مير، لا مير. إذا كما تلاحظون عندنا هاد أو أكسون غراف أن تنطق شيئا ما مطولة، نقول لو بير، لا نقول لو بير، لو بير، بل نقول لو بير، أن شيئا ما فيها مد، نضع فوق هاد أو، نضع أكسون غراف، نضع أكسون غراف، هي اللي تتمشي، حتى هنا عندنا لا مير، يعني الأم، حتى هنا عندنا لا مير كما تلاحظوا، نفس الشيء، لا مير، لا مير، لا مير، إذا نتكلم عن الأم. إذا نقول لا مير، مي لا مير، إذا نتكلم عن لا مير الأم. ثم عندنا كلمة لو روبيني، لو روبيني، لو روبيني. طبعا تتذكروا هاد اوتي كما ذكرنا فيما سبق ان اوتي تنطق اي، هذه ذكرناها بحال اللي عندنا هنا، بحال اللي عندنا هنا هذه تنطق اي، اذا اوتي تنطق اي. وكذلك هاد او اس تي ديال لو فيرب اتر هذه تنطق اي، وكذلك هذه تنطق اي، مثل مثل هاد او اكسون ايغي انا تنطق اي. إذا عندهم نفس النطق لكن الكتابة تختلف، عندنا هاد أوتي تنطق أي ولكن في آخر الكلمة تنطق أي. إذا عندنا هنا رو بي ني، بحال عندنا أن وهاد أوتي بحال في بلاصتها أو أكسون إيكي، بحال عندنا أن أو أكسون إيكي، لكن الكتابة طبعا في اللغة الفرنسية للدلالة على الصنبور إذا طبعا تكون الكتابة هكذا، وإلا إذا غيرنا الكتابة حتى ولو أن الحرف يعوض حرفا ينطق مثله طبعا ستكون عندنا كلمة أخرى. إذا عوضنا مثلا هاد أوتي، إذا عوضنا مثلا بهاد أكسون إيغي
طبعا سيبقى النطق نفسه، سيبقى النطق نفسه، سيبقى النطق نفسه، لكن ستصبح عندنا كلمة أخرى بأكسون إيغي بدل أوتي، وبالتالي غتكون عندنا كلمة من غير هذه الكلمة ديال الصنبور. إذا طبعا الصنبور معروف بهذه الكتابة لو روبيني، لو روبيني. إذا فلننظر هذه الصور التي عندنا هنا. كيسكو سي، عندما نقول كيسكو سي المقصود ما هذا، وعندما نقول ما هذا فلا نقصد بذلك الرجل، الرجل طبعا عاقل، وبالتالي لا نقول كيسكو سي بالنسبة للرجل أو المرأة، نقول كياس، كياس أو من يكون. طبعا عندما نقول كيسكو سي المقصود نتكلم عن الشيء الغير العاقل. إذا عندما نقول كيسكو سي مثلا هنا كيسكو فادير، كيسكو فادير، كيسكو فا ريبوندر، إذا ماذا سنجيب؟ بيان سور لا ريبونس سورا سي لا موتو، سي لا موتو. إذا الجواب سيكون هو سي لا موتو، إن الدراجة، سي لا موتو، إنها الدراجة لا موتو. وعندما نقول كياس، أما إذا قلنا كياس، كياس طبعا كياس تكون بهذا الشكل، نقول كي ياس، كياس من يكون، كياس من يكون. نقول مثلا سي لو بابا، سي لو بابا. عندما نقول هنا كياس، كياس، إذا الجواب يكون سي لا دام، سي لا دام. طبعا رأينا هذا فيما سبق لا دام، فوالا سي لا دام، لا دام السيدة، لا دام السيدة. كيسكو سي، كيسكو سي، سي ميرو، سي ميرو. كيسكو سي، كيسكو سي، سي لورا، سي لورا، إنه الفأر. إي أون فا كيسكو سي، وفي النهاية ما هذا؟ سي لا بال، سي لا بال. فوالا سي لا بال، سي لا بال. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.